لأنها من أقدم بقاع اسطنبول، ولأنها مركز الإمبراطورية العثمانية، ولأنها من أجمل الأماكن السياحية في العالم، رح نعمل جولة في منطقة السلطان أحمد. طبعا أسهل طريقة للوصول لمنطقة السلطان أحمد هي التراموي، بحكم أن هالمنطقة صعب الوصول إليها بالسيارة لكون شوارعها قديمة وصالحة للمشاة فقط. من أمام محطة الترامواي بإمكانك التوجه إلى قلب المنطقة، ورح تلاحظ أمامك على الفور بداية ظهور المعالم التاريخية. أول معلم تاريخي هو النافورة الألمانية، وتم بناؤه لإحياء ذكرى زيارة الإمبراطور الألماني فيليهلم الثاني لإسطنبول عام 1898. وطبعا بإمكانك تروي عطشك من صنابيرها اللي بتتدفق منها المياه الجوفية على مدار أكثر من 100 سنة. بالاتجاه إلى اليمين بإمكانك تروح وتاخذ صور جنب المسلة أو الأعمدة المسمى بثيودوسيوس. وطبعا هي المسلة المصرية القديمة بتعود لفرعون توتميل الثالث، وأعيد إنشائها من قبل الإمبراطور الروماني ثيودوسيوس الأول في القرن الرابع الميلادي. بالنظر إلى اليمين رح تشوف متحف الأعمال التركية والإسلامية. طبعا بيحتوي هذا المتحف على أصالة ونخبة أعمال الأتراك والعثمانيين، مثل السجاد والمخطوطات والخشب والنقش على الحجر والسيراميك وغيرهم. البناء المجاور لهذا المتحف كان قديما مبنى سندات الملكية أو ما يسمى بالطابو، موجود فيه أيضا أرشيف سندات ملكية المعالم التاريخية الأصلية مثل آيا صوفيا وتوبكابو وغيرهم. الآن رح نتجه إلى مركز السلطان أحمد ونستكشف واحد من أجمل جوامع العالم، وهو جامع السلطان أحمد أو الجامع الأزرق. الحرم الداخلي لجامع السلاطين بيعطيك الفكرة السائدة عن أسلوب العثمانيين بتجميل الجوامع بالحدائق المكسية بالزهور والأشجار، كما في جامع السليمانية وحرم توبكابو. بالطرف المقابل مباشرة رح تشوف المعلم الأجمل والأشهر في العالم، ألا وهو متحف وجامع وكنيسة آيا صوفيا. بإمكانك تتمشى وتأخذ بعض الصور قبل الوصول لهذا المبنى. بيتجاوز عمر هذا المبنى أكثر من 1450 سنة. ولا تنسى تاخذ لك شوية كستنة ودرة مشوية من عند مرات أمجا لتمدك بالطاقة الكافية لتكمل مشوارك.
طبعا كان الدخول لمتحف آيا صوفيا بتذاكر مأجورة بتكلفة 12 يورو تقريبا، لكن أصبح الدخول مجاني بعد ما حول رئيس الدولة المتحف إلى جامع ومكان للعبادة للمرة الثانية بعد ما تحول أول مرة من قبل العثمانيين عام 1453. طبعا مثل ما لكم شايفين لم يتم طمس أي من المعالم المسيحية الأرثوذكسية المرسومة على الجدران، بل حتى تم تخطيطها. بالخروج من المتحف بإمكانك الاتجاه إلى اليسار إلى متحف وقصر توبكاب الشهير والضخم. طبعا يعتبر هذا المتحف بمثابة الإقامة الرئيسية والمقر الإداري للسلاطين العثمانيين. ومثل ما لكم شايفين الجوامع المجاورة هي ملحقات للعبادة استخدمها السلاطين للحرملك أو حريم السلاطين لإقامة الشعائر والعبادة فيها. بتمنى تكون عجبتكم هالجولة حول هالمنطقة المليئة بالأسرار اللي ما اكتشفنا إلا القليل منها، ورح نكتشف المزيد بالفيديوهات القادمة، فياريت تدعمونا بالاشتراك بالقناة. إذا عجبكم الفيديو وعندكم أي تعليق أو استفسار عن أي مكان اتركوه بالتعليقات.